ضيفة حلقة النهاردة في كلم من ربنا هي أم كابتن النادي الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب كان لاعب فز توفى فجأة في بداية حياته داخل النادي الأهلي، وفي إحدى التمارين الخاصة بالمباريات ترك حالة جدل كبيرة مصحوبة بحالة حب لدى جماهير الكرة في مصر والوطن العربي، وخاصة عند جماهير النادي الأهلي. هو حتى الآن أيقونة حب ومشاعر. النهاردة معانا أم الكابتن محمد عبد الوهاب الراحل، هتكلمنا عن لحظة صعبة في حياتها كلمت فيها ربنا. لحظة دي كانت صعبة، أصعب لحظة في عمري، كان أصعب يوم في عمري. ربنا أعطاني سكينة فيه كبيرة، قلبي يعني لولا ربنا معايا وقلبي لقيت فيه سكينة من ربنا، يمكن كان جرالي حاجة في اليوم ده. بس الحمد لله ربنا دائما في بالي، ودائما يعني دائما ان انا ما بقاش عايز اغلط عشان ما زعلوش. كان في لطف اللحظه دي، ربنا نزل عليك اللطف. ايوه نزل حاجه في قلبي كده، بقت مش عارفه، ما يعني كانت حاجة كبيرة كده مشجعاني ويعني قلبي، يعني هي كانت لحظة ربانية فعلا. قوليلي قلت ايه ربنا في اللحظة دي يا ست الكل؟ قلت له اللي رضاك يرضينا. اللي رضاك اللي يرضيك يرضينا. انت امرت بكده وانا رضيت. امرت بانه يقبض روح ابنك الحبيب الكابتن محمد عبد الوهاب. اللي يرضيك يرضيني يا رب. الله. وايه تاني؟ وبقت خايفه، مشيت لوحدي كده قبل الجنازه، عشان ما رسول الله قال اللي يتبع جنازه، الست اللي تتبع جنازه ما تخشش الجنه، فانا كنت خايفة أغلط. يعني كان ربنا ورسوله في بالي في اليوم دي برضو. وانت في اللحظة الصعبة دي وما رضيتش أتبع الجنازة، ومشيت قبليها لوحدي، وانا مش عارفة امشي وما كنتش قادرة، وخفت أغلط. وعملت ايه في باقي الأيام؟ في باقي الأيام الاستغفار، وربنا يعني بقت فيه ليالي كده ما كنتش بقدر أنام فيها، فكنت بقعد ألاغيه برضه. بتلاغيه بتقولي له إيه؟ بحمده كتير، بحمده وبسترجع وبستغفر، وبرضه بقول له انت رضيت لي بكده وانا راضي يا رب. مش زعلانة؟ لا زعلانة، بس زعلانة على الفراق. ايوه، لكن مش زعلانة من ربنا. زعلانة ومدبوحة. مدبوحة. بس السنين مرت. كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه يمكن داخل دلوقتي على 15 سنة وفاة، لسه لحد دلوقتي زعلانة ومدبوحة؟ زعلانة ومدبوحة وماليش دعوة بالدنيا، عايشة يعني فيها كده وخلاص، عشان مظلومش العيال التانيين، عشان مظلومش العيال التانيين معايا، ومصبرة نفسي وصابرة عشان ما غلطش في حق ربنا خالص. نفسك تشوفيه كابتن محمد عبد الوهاب ابنك الراحل؟ يا ريت لو ينفع اشوفه لحظة وكون نهاية عمره. ما بتشوفهوش؟ ما بيجيكيش في منامك؟ بيجيني. احكيلي عن مرة جالك. بيجيني في اللهم صل على سيدنا محمد،
كان في مكان مكان عالي كده ومكان جميل جدا، والميه نازله من الاسقف كده داير داير كده، وفي عيال بتلعب في الميه دي اللي نازله، وهو وواحد صاحبه زي ما تقول بالشطفين وداخلين مكان. بس هو المكان ده كبير قوي ومكان جميل، مكان ابيض وجميل والميه نازله من كل مكان. ووقف معايا وقال لي كلمتين كده بس ما فهمتهمش وراح داخل. دي اخر مره شفته فيها في المنام. مين اصحابه من اللعيبه؟ وشفته مره ساعه بنات له الجامع. ساعه بنات له المسجد، وكنت عامله ميه يعني من تحت الارض، كنت دقه في الجامع ده حنفية تحت يعني من تحت الأرض. ساعة اشتغلت المية دي شفته زي ما تكون واقف على بحر وعيل كده بيلعب في المية. فأنا بقول له يا محمد أنا عايز أغسل الحاجات بتاعت في البحر دي. قال لي تعالي بس وأنا هحوشهولك، تعالي وأنا هحوشلك الولد ده وأنت اغسلي واعمل اللي أنت عايزاه. في زي ما تكون البحر ده بتاعه هو، زي ما تكون بتاع محمد وانا رايحه اغسل فيه او اعمل فيه حاجه. قال لي تعالي بس وانا هحوشك الواد ده، هحوشه له بس انت تعالي وانت اعمل اللي انت عايزاه. مين اصدقائه اللعيبه اللي كان قريب من محمد الكابتن محمد عبد الوهاب الراحل بيجيلك لحد دلوقتي ويسأل عليكي، هو كان بيحب مين؟ هو ما كانش بيكره حد. مين أصدقائه القريبين؟ والله هو كان كل الناس حبايبه، وكان هو لحد دلوقتي اللي بيسأل على طول كابتن سيد عبد الحفيظ، وكلهم اللاعبة كلهم بيسألوا يعني وكده وبيجولي هنا. اخر مره اقولك امتى؟ اخر مره كان قبل رمضان باين بيومين. جه كابتن سيد والكابتن موسيماني ومعاه الفريق الفني بتاعه. لما بتحب تكلمي ربنا بتقولي له ايه؟ والله هو حبيبي قوي، هو حبيبي، فأنا بقول له حبيبي راح عند حبيبي. هو عزائي الوحيد إن حبيبي راح لحبيبي. الحجة والدة كابتن النادي الأهلي الراحل وأيقونة أبناء النادي الأهلي محمد عبد الوهاب، كل سنة وانت طيبة. انت طيب. رمضان كريم. يحب كل كريم.